شجرة التمر هندي. بصوا يا جماعة، أنا واثق الناس كتير مش عارفة تزرعها بسبب إنهم ممكن مش عارفين يحصلوا على البذور من وين. شايفين؟ بعد 3 أيام زراعة بتطلع بالشكل هذا، وطول السنة صيف شتاء في أي وقت. بصوا عندي 3 شجرات في البيت، هذه أصغرهم، الاثنين التانيين في ظهر البيت قدها مرة ونص من البذرة. ولو تابعوا معي فيديوهات القديمة كلهم زرعهم بالشكل هذا من البذرة وبتكبر. شجرة قمة ورائعة جدا في كل حاجة يا جماعة، بتفتح طول اليوم أوراقها كده وبالليل بتغلق. الشجرة هذه لما نروح للعطار أو المحلات الكبيرة زي كارفور وكده بنلاقي قالب التمر هندي، القالب اللي بنعمل منه العصير المنقوع. لما نيجي نفتح العجوة بتاعت التمر الهندي بنلاقي جواها يا جماعة البذور. قمة السهولة وسريعة الإنبات وعمرها ما تفشل. بتتزرع طول السنة بالطريقة هذه، بنجيب البذرة، بصوا جنب إخواتها 3 طلعوا، هنعمل كده ونغطسها زي ما أنتم شايفين ونحط عليها شوية رملة. قمة السهولة، ونحط عليها شوية مية صغار لغاية ما ننزلها على الأرض. 3-4 أيام هنلاقيها طلعت. هذه كل حاجة عن التمر الهندي، أتمنى تزرعوه. أنا واثق الناس كتير مش عارفة تزرعه أو يعني مش في دماغها بسبب إن هما مش عارفين يوصلوا له كيف. القالب اللي فيه التمر لما بنجيبه في رمضان أو الخروب نفس النظام، بنلاقي جوا العجوة أو الجرون لو كاملة لسه مش عجوة بنلاقي الحب جواها، بتزرع بيطلع سهل جدا. ومن البقوليات نبات معمر، الشجرة هذه بتعيش بال 300 سنة يا جماعة، شجرة التمر هندي، وبتطول، خشبها رائع جدا في كل حاجة، دائمة الخضرة صيف شتاء، دائما مخضرة. لما بتبدأ تطرح من 3-5 سنوات ممكن تطلع طن، كل سنة تطلع لك طن رهيبة، وحتى وهي خضرة بتتاكل. فنبات من كل أساسا هي من أفريقيا الوسطى ودلوقتي منتشرة في كل حتة، زراعتها سهلة جدا زي ما أنتم شايفين. قمة السهولة. بعد كده بنفرد كل واحدة لوحديها، بنحط في الأرض أو في علبة، بس طبعا في الأرض لأنها بتكبر. بتتحمل الجفاف، ممكن نسقيها كل فترة كبيرة، كل شهر، كل أسبوع مرة. دائمة الخضرة، بتتسمد مرة واحدة في الشتاء، نديها دفعة اسماد فقط، ومتحملة وعايزة شمس مباشرة. هذا كل شيء نقدر نقوله. أنصحكم بها يا جماعة، شجرة التمر هندي من الأشجار الرائعة، وتنفع شجرة زينة، وتنفع تظل للبيت لما تكبر. ومعمرة، خشبها بيستخدم، الصبغ اللي فيها بيستخدم، مليانة فوائد للإمساك ولغيره، حاجات كتير جدا. أحلى مسا عليكم، أتمنى تزرعوها. قلت أشارك معاكم، عندي 3، ولو رجعتوا لفيديوهات القديمة هتلاقوا كل هدول كنت زارعهم قد كده من البذور. فشجرة بتكبر وجميلة وياريت الكل يزرعها، وهذه زراعتها من البذور. أحلى مسا عليكم، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية. ومساء الورد، زراعة التمر هندي من البذور. مع السلامة.